R H C S A R H C E Egypt. Introduce Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer. هنكمل بقى شيل سكريبتنج النهارده. انا بس عايز قبل ما ابدا في شيل سكريبتنج عايز اقول لكم على كوماند كان جميل قوي. كان في كوماند جميل قوي. الكوماند ده بسيط قوي اسمه ميل. ميل ده عن طريقه ممكن تبعت ميل لاي يوزر تاني، وفي نفس الوقت ممكن تبراوز الميلز بتاعتك. تعال كده اوريك مثال. انا عايز ابعت ميل لحد دلوقتي، هقول له كده، ما هبعت ميل مثلا للراجل اللي اسمه علي، فانا اقول له كده ميل للراجل اللي اسمه علي. السبجكت بتاعي مثلا هاي مستر علي. ابدا اكتب الكلام بتاعي. كتبت الرساله بتاعتي وخلصت اللي انا عايزه. بعد ما خلصت الرساله اضغط كنترول دي عشان معناها ان انا وصلت للنهايه بتاعتي. كنترول دي معناها وصلت للنهايه. خلاص انا كده وصلت للنهايه بتاع الرساله. لو جيت اعمل كده اس يو كالراجل اللي اسمه علي، هلاقي الوقت رساله وصلتني. لو جيت اقول له ميل، بص كده لقيت رساله واصله لي من الراجل اللي اسمه روت، ان معناها لسه ما اتقرتش. دي نيو، لسه نيو مسج، ودي ترتيبها رقم واحد. دي اول رساله تظهر لك، اول رساله تتبعت لك، اسف، اللي بعتها الراجل اللي اسمه روت، واتبعتت يوم 16 اكتوبر كذا كذا. 16 اكتوبر ده تاريخ المكنه. لا تاريخ المكنه عندي متاخر شويه بس. والرساله اسمها هاي مستر علي. لو جيت اقول له خش في الرساله دي، ادي الرساله اهي من المكنه الفلانيه بالديت الفلاني بديليفر تو. خلاص شايف؟ ايه رايك؟ فعندك كوماند جميل قوي اسمه ديت. كيو عشان اعمل كوت، طيب لحد دلوقتي في مشكله. كوماند بسيط قوي اسمه ميل. خليك فاكر الكوماند ده لان هنلعب معاه النهارده شويه. الكوماند ده كوماند بسيط جدا، كل وظيفته ان انت تبعت ميل او تستقبل ميل او تشوف منه الميلز بتاعتك يعني. خلاص طيب كلام جميل. تعال بقى نخش في الشيل سكريبتنج بتاع النهارده. يا معلم ونشتغل معاه بقى. يلا يا سيدي، بص بقى يا معلم، احنا خدنا المره اللي فاتت ايه؟ خدنا شويه ستيتمنتس كده كانت بسيطه قوي، زي اف، وزي ايه كمان، وزي وايل، وخدنا كمان ريد، اخد انبوت من اليوزر. خدنا الثلاثه دول تمام. النهارده هنتكلم عن حاجه تانية. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الفور ستيتمنت. الفور ستيتمنت، ايه الفور ستيتمنت دي وبتعمل ايه؟ سهله قوي حضرتك. دلوقتي الوايل كانت بتعمل ايه؟ حد كده فكرني الوايل كانت بتعمل ايه؟ بسرعه كانت بتعمل لوب، كانت بتعمل تكرار بكل بساطه. بس كان في مشكله في الوايل، ان اللوب بتاعها مش معروف هيخلص امتى. اللوب بتاع الوايل مش معروف هيخلص امتى اساسا. فانت كنت لازم تكون عندك كده ذكاء عشان تحط شرط. لازم تحط شرط تقول له عند الشرط دون اقفل من الوايل. صح؟ فاكرين الوايل كانت بتعمل انفاينايت لوب، لوب بيتكرر بلا نهايه. فانت عشان كنت تتحكم فيها وما تبهدلش الدنيا عندك، كنت بتعمل ايه؟ لازم تحط شرط كده في النهايه تقول له اقفل اللوب ده، يا اما تخليه يستخدم بريك مثلا، او يكون عندك فاريبل تزود قيمته بشكل معين وتعمل تشيك على القيمه دي فيقوم يخرج منين؟ من اللوب دي. طيب ما بالك انت بقى لو عندك لوب انت عارف هيتكرر كم مره. اديك مثال. انت عايز تبعت نفس الرساله
لثلاثه يوزرز مع بعض في نفس الوقت، بدل ما تقول له ميل للراجل اللي اسمه علي، وميل للراجل اللي اسمه ستودنت، وميل للراجل اللي اسمه محمد. انت عايز يا عم تكتبها مره واحده ميل وتحط له اسماء اليوزرز كفاريبلز، يبدا يعدي عليهم على اليوزر الاولاني اول مره، خلص عدى على اليوزر الثاني، خلص عدى على اليوزر الثالث. فانت فور هنا فور، انت عندك لوب انت عارف مسبقا هيتكرر كم مره، انت عارف ان هو هينتهي عند عدد محدد. خلاص طيب، يبقى الفرق الحقيقي بين فور وبين لوب وبين الواي لوب الواي ستيتمنت، ان الفور انت عارف مسبقا هتخلص امتى. طيب جميل، تعال كده اوريك السنتاكس بتاعها. هتقول له فور وهتقول له الفاريابل ان، بعد كده في فاليوز، فاليو واحد بعد كده فاليو اتنين لحد فاليو ان، ان كان القيمه بتاعتها بقى. خلاص دو، نفذ شويه الكود بتوعك، وبعد ما خلصت دن، مفيش فيها اي حاجه صعبة. ده السنتاكس بتاعك. اديك مثال، انت عايز تبعت ميل، ممكن تقول له كده مثلا يا سيدي فور او خليها اليو نيم، اليوزر نيم ان ستودنت علي واحمد دو، نفذ، ابعت ميل للناس دي، ابعت ميل للناس دي ميل، نفذ الميل، وبعد ما خلصت اقول له دن. طب ميل ده انا عايز ابعت ميل في سطر، في سطر واحد عايز ابعت ميل في سطر واحد، تعالى كده اوريك طريقه تستخدم ميل عشان تبعت ميل في سطر واحد. فاكرين البايبس؟ فاكرينها البايب؟ ميل ده لوحده كده، ميل ده لوحده لو قلت له كده ميل اي يوزر علي، كان هيعمل ايه؟ كان هيسالني عن حاجتين، عن السبجكت خلاص، وعن المسج نفسها، عن الرساله نفسها. هيفتح لي سطر تاني، بس انا مش عايز كده، انا ممكن العب مع البايبس بقى دلوقتي. طيب اقفل ده كده، ما بعتهاش اهو. ممكن اقول له كده ميل، في مع الميل ده اوبشن جميل قوي اسمه داش اس، داش اس بياخد السبجكت، ميل داش سبجكت مثلا تيست يا علي، المفروض احط اسم اليوزر للراجل اللي اسمه علي اهو كده، ما سالنيش عن السبجكت خالص، كده سالني عن مين؟ عن الرساله نفسها، كده سالني عن الرساله نفسها. هقول له رساله تيست اجين مثلا، بعد ما خلصت كنترول دي، لو جيت اقول له كده اس يو علي، جيت اقول له ميل، لسه ما وصلش. طيب استنى كده ثانيتين، ثانيتين كده هتلاقيه وصل دلوقتي، اس يو ميل اهي، وصلت اهي، وصلت اهي تيست يا علي. لو جيت اقول له افتح لي رساله رقم 2 تيست اجين، الرساله وصلت اهي، جميل قوي. طب دلوقتي انا عايز ابقى ذكي، بحيث ان انا ابعت له ميل كده، تعمل كنترول دي كده، نعمل اكزت، عايز ابعت له رساله كلها في سطر واحد، اقول له ايه؟ ايه رايك؟ عايز ابعت له رساله كلها في سطر واحد، حد كده يكون ذكي يقول لي اعملها ازاي. انا عايز احطه في الاخر هنا بقيه الرساله بتاعتي، حد ذكي. عايز نحط بايب هنا كده،
بعد كده احط المسج كونتنت. انت شايف كده يعني؟ ايوه. احط البايب فين؟ احط البايب في الاخر ولا في النص ولا في الاول ولا هعمل ايه؟ انا عايز احط في الاخر هنا، انا عايز عندي بشكل ما في الاخر هنا يكون في الرساله نفسها، عايز يكون رساله نفسها. بص ما ضيعش وقت، ممكن تقول له كده ايكو ودي الرساله بتاعتك بليز ابديت يور باسورد. تيجي هنا كده سيادتك بايب وادي الرساله بتاعتك اهي، دي الرساله اللي هتتبعت، دي الرساله. ممكن تقول له السبجكت بتاعتك اتنشن، خلاص. ايه رايك؟ ايه رايك في اللي اتعمل دون؟ حد شايف شكله غريب؟ حد شاف شكله غريب؟ شكله بقى نضيف شويه. بص كده ادي الكلام هون. لو جيت اقول له كده اس يو لعلي، استنى كده ثانيه او اتنين، بعد كده شوف الميلز بتاعتك. بص كده ايه اللي حصل؟ الرسالة اتبعت كلها في سطر واحد، بدل ما كان بياخد مني انبوت اولاني اسم اليوزر، بعد كده انبوت تاني السبجكت، بعد كده انبوت تالت هي الرسالة نفسها. بص ايه اللي حصل؟ بقت بتخلص في ثواني ازاي؟ تمام؟ بقى شكلها نضيف شوية. طيب بعمل كود كده، تعالى بقى نحط الكلام ده كده في الملف بتاعنا. ممكن اجي هنا كده اقول له ميل، انسى بقى ميل دي، امسح لي الكلام ده. وتعالى نكتب الرساله، هقول له كده ايكو الرساله اللي انا عايز اعملها، بعد كده بايب، بعد كده ميل داش اس، ده السبجكت بتاعي. لمين يا ريس؟ لليوزرز اللي موجودين عندك، يوزر واحد او مش تحطها اليوزرز بقى، هتقول له هنا لمين بقى المره دي؟ لليو نيم، هو كان اسمه يو نيم. شفت؟ تعالى كده نكتبها عشان يبقى شكلها واضح كمان شويه اهو. تعالى نعمل سكريبت كده، نانو سكريبت 8.sh. هنا المفروض الكومنت بتاعتك عشان ما نضيعش الوقت بقى. بعد كده اكتب الكود بتاعك، هقول له فور اليوزر نيم في مين؟ في ستودنت وعلي ومصطفى، خلاص. دو عايز نعمل ايه يا عم؟ هقول له ايكو بليز ابديت يور باسورد، بعد كده اعمل لي بايب هنا، بعد كده اخدها لي على ميل داش اس اتنشن للناس دي. لمين يا ريس؟ لليونيم. بص كده ايه اللي حصل اهو، بعد ما خلصت سيادتك دم. بعد ما خلصت هند. صعبة؟ صعبة؟ طيب بص بقى كده هتنفذ ازاي السكريبت دي. هنا فور يو نيم، كده انت عرفت فاريبل اسمه يو نيم، كده انت كانك عملت فاريبل اسمه يو نيم ملوش قيمه لحد دلوقتي، خلاص.
هيجي يخش الفور. دخل الفور بدأت فاريبل اسمه يو نيم، اول قيمه هياخدها بالستودنت، ينفذ كل الكلام ده، خلص كل الكلام ده يرجع مره تانية الفور، ياخد الوقت قيمه اليو نيم بعلي، ينفذ كل الكلام ده، خلص يرجع الفور مره ثالثه، ياخد ويخلي قيمه اليو نيم بمين، بمصطفى، ينفذ كل الكلام ده. لسه في فاريبلز ثانيه او لسه في قيم ثانيه، لسه في فاليوز ثانيه؟ لا، ده هما كانوا ستودنت وعلي ومصطفى بس، خلاص انهي الفور وانتهى الموضوع على كده. شفت بقى؟ تعال اوريك. كنترول اكس كده، سيف الكلام ده، جيت اقول له اس اتش سكريبت 8.sh. لو جيت اقول له كده اس يو ستودنت ميل، لسه ما وصلش، استنى ثواني كده عليه، اس يو علي مثلا ميل، اهو بدا يوصل اهو، دي لسه واصله حالا اهو، دي لسه واصله حالا الرساله الاخيره دي. طب لو جيت كده اس يو لمصطفى ميل، وصلته هو كمان الرساله اهو، طب لمين كمان؟ الستودنت ميل، وصلته هو كمان الرساله اهو، وصلت. ارجع يا عم تاني كده، ادي السكريبت مره تانيه، لما تقول له فور كده انت عملت فاريبل اسمه يو نيم، خلاص اول مره الفور هتتنفذ هياخدوا قيمه ستودنت وملوش دعوه بالباقي، ده كده ملوش دعوه بيه، هيخلي قيمه اليو نيم بستودنت ويبدا ينفذ كل حاجه اللي جوه الفور دي، كل ده هيتنفذ دو ايكو دان، انتهت. بعد كده يرجع الفور مره ثانيه يتنفذ مره ثانيه، لسه في فاريبلز، لسه في عندي واحد اسمه علي، خلاص هيخلي المره دي قيمه اليو نيم بعلي وينسى اللي كانت قبلها، خلاص يبقى كده قيمه اليو نيم بقت بعلي، ينفذ كل الكلام ده، انتهى. خلي قيمه اليو نيم دلوقتي بمصطفى، ينفذ كل الكلام ده. لسه في حاجه رابعه؟ مفيش، خلاص انهي الفور خالص وابدا اللي بعدها، بعدها ما كانش في اي حاجه، انتهت الفور وانتهت السكريبت. الان دي معناها قيمه اليو نيم في الفاليوز اللي جالك ديا، الان هنا معناها في الفاليوز اللي جايه لك ديا. حلو، سؤال جميل قوي، تيجوا ناخد السؤال ده ك اكسرسايز لكم في البيت. انا هفترض ان انا عندي 10 يوزرز او عندي 100 يوزر، عندي 100 يوزر عايز ابعت لهم كلهم رسائل، اعمل ايه؟ لا لا لا، ناخده اكسرسايز في البيت، حلو قوي. نفس الاكسرسايز ده هون، بس هخليها في ملف، هخليه ياخد الكلام ده من ملف. قال لك اسهل حاجه عندك، حط الكلام ده كله في ملف، حط لي الكلام ده كله في ملف، وخلي كل اسم يوزر في سطر. هديك الحل اهو، انت روح نفذه، ماشي؟ الحل اهو، انت نفذه في البيت. قال لك كريت ملف عشان تسهل الدنيا على نفسك، لو انت عندك مثلا 100 يوزر، 1000 يوزر، قال لك خلي كل يوزر في ملف واحد، وخلي كل يوزر في سطر لوحده، وانت بتعمل جمله فور خليها تعدي، شيل هنا القيم دي بقى، وخليها تعمل تعدي على الملف، تاخد السطور بتاعته سطر سطر، تاخد القيمه اللي فيها وتنفذ حاجه معينه عليها، رساله ميل مثلا، باك اب، تعمل اي حاجه، ماليش دعوه بالاوبريشن اللي هنا كانت ايه، خليها مثلا يا عم كانت ميل برضو، خليها كانت ميل مش مشكله معايا، بس خليها المره دي تحط اسماء اليوزر في ملف، ينفع تخليهم تاخد من اي تي باسورد، بس عشان تسهلها على نفسك اكتر جرب على ملف تاني دلوقتي مؤقتا، جربها على ملف تاني عندك، خلاص اعمل انت ملف كده تكست ظريف، حط فيه يوزر اسمه علي واحمد ومصطفى ستودنت، وعايزك تعدي على الملف ده سطر سطر، تاخد الكلام اللي موجود فيه وتعامل كل سطر ان هو ستودنت، ان هو يوزر عندك على السيستم، وتخلي السكريبت بتاعتك تبعت له الميل بتاعه بس كده. يبقى انت كل اللي هتزوده هنا هو هتشيل ستودنت وعلي ومصطفى بس كده، شلتهم، جميل قوي. بعد ما هتشيلهم ايه اللي هيحصل؟ بعد ما هتشيلهم هتروح تقرا في الملف، تاخده سطر سطر، تنفذ على كل سطر حاجة معينة بس، ادي كل الحكاية. صعبة؟ حد شايف حاجة صعبة فيها؟
مش محتاج اكزك مع ميل يا ابني، انا كنت عايز اخدها بالبايبس اساسا، انت ليه بتصعبها على نفسك؟ هي اعتقد ان هي هتمشي، اعتقد ان هي هتمشي يعني، مش هتقول لا، لا مش هتمشي، مش هتمشي ايكو دي بالمنظر دي كده مش هتمشي. بص يا ابني الله يهديكم، اعمل ملف اسمه يوزرز، خلاص حط لي فيه مصطفى، ستيودنت، علي، احمد، زعبله، ماشي كده، دي اسماء اليوزرز اهو. لو انت عملت كده كات الملف ده بيطلع لك اليوزرز، كل يوزر في سطر لوحده. انا عايزك ترجع لي في السكريبت دي يعني كده، تيجي هنا بدل الستودنت وعلي ومصطفى انت كاتبهم له هنا، لا تاخد الانبوت بتاعك دلوقتي من الملف اللي كان طالع لك من ايكو بتاع الملف. يا لهوي ده انا حلتها لكم. سيرفيس ايه بالظبط؟ مفيش اي سيرفيس، انت بتبعت لوكال دلوقتي، مفيش اي سيرفيس، انت بتبعت لوكال دلوقتي، ماليش دعوه اتشقلب وتعملها، عامل ريدايركت بقى ماليش دعوه فيه، ماليش فيه بقى، اتصرف، استخدم الريدايركشن، ما تستخدموش، لا مش محتاج الميل سيرفيس. انت ممكن تبعت ميلز لليوزرز اللي موجودين على نفس المكنه، ممكن تبعت ميلز لنفس اليوزرز اللي موجودين على نفس المكنه من غير اي ميل سيرفر، خلاص مش محتاج تستخدم ميل سيرفر خالص. يعني هو باي ديفولت اصلا بيبعت لللوكال يوزر على نفس المكنه، باي ديفولت تبعت لنفس اليوزرز على نفس المكنه، مش فارقه معاك. طيب ايه بقى ان مالها ان هي كمان؟ والله بقى اتشقلب، استخدم الاي دي، استخدم النيم، انا قلت لك الفكره ماليش فيه بقى، استخدم كده مخيلتك وعيش حياتك. لو ميل بيسمح لك تبعت بالاي دي والله يعني اذا كان فيك الله يعافيك، يعني لو كان ميل بيسمح لك تبعت ميل بالاي دي يا سلام، ده مصلحه يعني، ايه المشكله يعني؟ لو ما بيسمحش خلاص انت مضطر غصب عنك تستخدم اليوزر نيم، عيش حياتك بقى يعني، عندك المال وتعامل. طيب لحد دلوقتي حد عنده مشكله في الفور؟ الفرق بين الفور والوايل ان الوايل ما كنتش تعرف هتخلص امتى، فانت كنت لازم تحط لها شرط. انت يعني لو سمحت ما تحطليش حل، يعني انا ما بقولش بقول لك اعملها ليه دلوقتي، بقول لك اعملها تاسك في البيت، ما انت مش لازم تعرف الناس ان انت عارف الحل يعني. ماشي يا عم احمد حمدي، هنلاقي حتى المره الجايه نشوفها يا ريس. ماشي طيب، تعالى بقى دلوقتي ننقل على حاجه تانية، تعالى ننقل على حاجه تانية دلوقتي. لازم يكون في سكريبت، لازم يكون في سكريبت. هاخد حاجة أساسية رابعة عندنا، حاجة اسمها الكيس ستيتمنت. الناس اللي اشتغلوا برمجة، الناس اللي اشتغلوا برمجة هيلاقي اسمها سويتش كيس. ده الناس اللي اشتغلوا برمجة، الناس اللي كتبوا سي أو سي بلس بلس أو جافا أو سي شارب هيلاقي اسمها سويتش كيس. هنا عندنا في الباش اسمها كيس ستيتمنت، كيس ستيتمنت، خلاص. طب ايه الكيس ستيتمنت ده؟ الكيس ستيتمنت ده بالظبط عامله زي الخيارات، عامله زي الخيارات، بتقول له شفت الاف كانت بتعمل ايه، هي زي الاف بس بتوفر عليك كتير قوي، بتوفر عليك كتير قوي. يعني انت لو كنت عايز تقول له لو اليوزر اسمه احمد، لو اليوزر اسمه محمد، لو اليوزر اسمه علي، لو اليوزر اسمه ابراهيم، فكنت تكتب كميه كود كبيره جدا،
الكيس بتوفر عليك كل الكلام ده. الكيس بتعمل نفس اللي الاف بتعمله، انت ممكن تعمل نفس اللي الكيس بتعمله بالاف خلاص. ايوه حالات، تقول له في حاله ان هو كذا اعمل كذا، وفي حاله ان هو كذا اعمل كذا، وفي حاله ان هو كذا اعمل كذا، بس كده. طب السنتاكس بتاعها هتلاقيه كالاتي: كيس فاريبل ان، وهتحط له هنا فاليو واحد، نفذ حاجه معينه، وبعد ما تخلص في اتنين سيمي كولون، بعد كده فاليو اتنين، نفذ حاجه معينه، وفي الاخر دبل سيمي كولون، بعد كده نفذ حاجه ثالثه. نفذ حاجه. طب لو ما كانش لا ده ولا ده ولا ده، يعني في الاخر انا عايز اقول له لو ما كانش اي حاجه من دول كلهم، طلع له كده رساله، ده الديفولت بقى، نفذ حاجه نهائيه. انت بدات هنا بكيس، اقلبها تبقى ايزاك، بس كده، شكرا. اقلب كيس سي اي اس اي بقت ايزاك، اقلبها خلاص. طيب تعالى كده اديك مثال، انا عايز اخلي اليوزر يدخل لي اوبشن، عايز اسال اليوزر سؤال واقول له جاوبني بيس او بنو، يس او نو، ولو ما كانتش يس او نو طلعه بسنة تالتة، ايه رأيك؟ تعالى كده نانو سكريبت 9.sh بن باش. تعالى كده يا ريس، مفروض هنا الكومنت بتاعتك، ممكن اقول له كيس، المفروض اجي هنا كده اقول له رساله بليز انتر يور تشويس، بعد كده هتقول له ريد فال مثلا او ريد تشويس، خد الاختيار بتاع الراجل ده، وهقول له كيس ان القيمه اللي تشويس دي ان لو هي بواي، هقول له ايكو مثلا this is correct answer، لو هي بان نو معناها is this false، وفي الاخر هتقول له لو ما كانتش لا دي ولا دي طلع له رساله، قول له please enter a valid choice، شكرا. بعد ما خلصت انت المفروض تيجي هنا كده، هيبقى شكلها ظريف بس. خلاص انا كده كنترول اكس سيف الكلام ده، فلو اس اتش سكريبت 9 اس اتش، قال لي بليز انتر يور تشويس، لو قلت له واي قال لي ذيس كوركت انسر، طب نفذ تاني، لو قلت له ان قال لي ذيس فولس، طب لو قلت له حاجه ثالثه ضغطت له مثلا جي، بص ايه اللي طلع لي، قال لي بليز انتر ا فاليد تشويس. كنت ممكن تعمل نفس الكلام ده كله، كل اللي انت عملته ده بالاف، تقول له اقرا الفاليو، لو هي بواي طلع كذا، إلس لو هي بام طلع كذا، إلس فين القوس اللي في الاخر ده، ده
ولا ايه بالظبط؟ ده السنتاكس بتاعها. ما هي دي الديفولت فاليو. الديفولت فاليو هي القيمه اللي بتظهر له لو ما اختارش حاجه من الخيارات اللي انت مديها له. خلاص، انت بتدي له تقول له اختار كذا او كذا او كذا، لو ما اختارش اي حاجه منهم كلهم اعمل حاجه ثالثه خالص، او اعمل حاجه مختلفه عنهم. وصلت؟ ايوه، لاست تشانس يعني، ده فرصتك الاخيره يعني. طيب هيجي واحد دلوقتي كده هيقول لي طب انا لو جيت، لو انا جيت نفذت السكريبت دي كده وقلت له واي كابيتال، بص ايه اللي حصل، بص ايه اللي حصل، ايه ده فرق السمول من الكابيتال. اه طبعا فرق، مش قلنا لينكس كيس سنسيتيف؟ طب لو عايز اقول له واي كابيتال او واي سمول، افتح كده السكريبت هتقول له واي. فاكرين الاور؟ كنت اقول له كده سيف ده كده، شفت؟ طب كنت تيجي هنا كده تقول له واي، كنت اقول له كمان لو هي يس او لو هي يس، تقول له هنا ان او نو او نو، ايه رايك؟ لا، في الكيس ستيتمنت كفايه واحده بس، هنا ما اعتبرش ان هي بايب. الكيس ستيتمنت ذكيه قوي ان هي تهندل دون، الكيس ستيتمنت ذكيه قوي ان هي تهندل ده، مش محتاج تعمل اتنين. خلاص، الكيس ستيتمنت ذكيه قوي ان هي تهندل الكلام ده، مش شرط عليك تعمل اتنين. العلامتين هو الاور، هي واحده بس كفايه يعني. اعتقد لو اتنين هيبقى فيه مشكلة. هيبقى فيه مشكلة، ما ينفعش لو اتنين هيبقى فيه مشكلة مع الكيس، مع الكيس لو فيه اتنين هيبقى فيه مشكلة، مش هتنفع. طيب برضو في حاجة بقى، هو ده اللي بيحصل في الحقيقة؟ ده اللي بيحصل في الحقيقة؟ لا، ده مش ده اللي بيحصل في الحقيقة. ده المشكلة في الكلام ده، تعالى كده انت ننفذه تاني، ان انا لو دخلت له قيمه مثلا كي، ايه اللي حصل؟ قال لي بليز انتر افاليد تشويس، وايه اللي حصل له؟ خرج خالص. بس في الحقيقه ما حصلش كده، ده في الحقيقه لو انت بتنفذ برنامج بيفضل يقول لك لو سمحت دخل حاجه صح، او لو انت دخلت صح خلاص بيخرج، لو انت دخلت حاجه غلط خلاص. طب لو انت ما دخلتش القيم اللي هو عايزها، بقول بيفضل يسالك كل شويه لو سمحت دخل قيمه صح، لو سمحت دخل قيمه صح. صح؟ انت ممكن تلعب هنا لعبه صح قوي، تلعب لعبه حلوه قوي، تفتح الكلام ده كده تيجي هنا كده وهتقول له وايل، تلعب معاه كده لعبه جميله قوي، تقول له ترو وايل ترو، تفضل على طول بترو دو. بعد ما خلصت هنا في دم بتاعت الهوايل، تيجي هنا كده تقول له لو الراجل ده دخل لي كومه صح، في الاخر هنا كده قول له بريك، ايه رايك؟ ولو دخل لي القيمه الغلط برضو خلاص، المهم ان هو دخل لي قيمه انا عارفها، بريك برضو اهو. بس لو دخل قيمه انا مش مستني ان هو يدخلها لي، دخل لي مثلا حرف بي او جي او تي، حرف انا مش مستنيه، ساعتها خليه يبدا اللوب من اول وجديد مره تانية. تعال كده اجرب كنترول اكس، بص كده بليز انتر يور تشويس واي، خلاص خرج. قلت له ان ذيس فولس. طب لو جيت اقول له بقى المره دي، جيت اقول له اتش، شفت ايه اللي حصل؟ بدأ يكرر معاك مرة تانية. ال برضه بدأ يكرر، قلت له واي، نفذها صح وخرج. ايه رأيك في الحتة دي؟
عملت الوايل مع الكيس، ايه رايك؟ صعبه الحكايه دي. وايل ترو ترو، تفضل القمعه على طول بترو لحد ما انا بقول بخرجها ببريك. انا كده كده بخرجها ببريك ترو ترو، ده سبيشال فاليو، سبيشال فاليو، تفضل على طول بترو لحد ما تتخرجها ببريك، بخرجها غصب عنها. كانك قلت له وايل واحد يساوي واحد، كانك قلت له وايل واحد يساوي واحد، هو واحد بيساوي واحد. اه هي بالظبط نفس الحكايه، بتقول له وايل ترو، وايل ترو بتطلع على طول بترو. وممكن تقول له مكان وايل ترو ديا تقول له وايل فولس، ممكن ترو او فولس، فولس هتطلع على طول قيمتها بفولس. كانك قلت له وايل ان واحد يساوي اتنين، عمر ما واحد يساوي اتنين، ما ينفعش. خلاص، فانت عندك في اتنين فاليوز، في ترو في فولس وفي فولس. لو هي ترو تفضل القمه دي بترو لحد ما تتخرجها ببريك. اتفقنا؟ صعب ندخل اي ستيتمنت مع ستيتمنت تانيه. دخل الفور مع الاف، دخل وايل مع الفور مثلا، دخل وايل مع الكيس. صعبه هو مش محتاج اي حاجه خالص اهو. تمام كده. ها الناس نامت خلاص. جميل ماشي، هناخد بريك ونرجع نكمل بقى، ناخد بريك ونرجع نكمل. ماشي طيب، يبقى احنا كده خدنا وخلصنا شويه حاجات اللي هما ايه، خدنا الاف ستيتمنت وخدنا وايل وخدنا فور وخدنا كيس. حد عنده اي مشكله في الاربعه دول؟ حد عنده اي مشكله في الاربعه دول؟ اكيد. جميل، الكيس عايز مراجعة عليها سريعة. حاضر. انت عارف الاف كانت بتعمل ايه؟ فاهم الاف؟ جميل. الاف كنت ممكن اقول له اعمل لي تشيك لو اليوزر اسمه مصطفى، او الراجل اللي عمل لوجن اسمه روت. لو هو روت نفذ حاجة، لو هو مصطفى نفذ حاجة، لو هو لا ده ولا ده إلس نفذ حاجة تالتة. فاكرها؟ اهي الكيس نفس الحكاية بالظبط، بس الكيس بتوفر معاك وقت ومجهود كتير جدا. هي نفس اللي الاف كانت بتعمله. لو رجعت هنا كده بص كده كده، كأني قلت له اف، قلت له ريد تشويس، لو الريد تشويس يساوي واي اعمل كده خلاص، ولو لو تشويز يساوي واي يساوي ان اسف اعمل كده. طب واذا لا ده ولا ده إلس اعمل كده. باينه كده
باينة؟ حلو. الاف كنت ممكن تقول له لو اليوزر، لو اليو اي دي بتاعته صفر اعمل حاجه، لو اليو اي دي بتاعته 500 اعمل حاجه، إلس لده ولا ده ولا ده اعمل ايه؟ نفذ لي حاجه ثالثه. صح؟ اهو ده بالظبط نفس اللي حصل. قلت له لو القيمه الاولانيه، لو الفاليو بتاعتك قيمتها بكذا نفذ كذا، ولو قيمتها بكذا نفذ حاجه ثانيه، ولو قيمتها لا ده ولا ده نفذ حاجه ثالثه خالص. اهو ده نفس الاف كانت بتعمله. بس هنا شوف انت كتبت كل ده في كام سطر، كل ده في كام سطر. وبص لو كنت عملتها بالاف كنت هتكتبها في قد ايه، وفرت لك وقت. بس الكيس هي بتديك اوبشن ستيتمنت، تتشيك على فاليو، تشيك على فاليو بس كده. طيب كلام جميل، تعالى بقى كده نكمل. هكلمك عن كوماند ممتاز جدا، هكلمك عن كوماند ممتاز جدا. الكوماند ده اسمه تيست، الكوماند ده اسمه تيست، تمام؟ تيست ده كوماند عبقري، يعني بيعمل كل حاجه في الدنيا تخيلها في حياتك. ممكن يتست على سترينج، يتست على فاليو يساوي حاجه خلاص، ممكن يتست ان فايل موجود اساسا. فتعالى كده، تعالى كده افتح المان. لو جيت انا تقول له كده مان تيست، تيست ده بيتست على اي حاجه في الدنيا. ممكن اقول له كده تيست تشيك فايل تايب اند كومبير فاليوز. بص كده، كنت اقول له كده تيست ان اكسبريشن ترو، او تيست اكسبريشن از فولس، اكسكليميشن وبعد كده الاكسبريشن، بعد كده اكسبريشن واحد داش ايه اكسبريشن اثنين، الاثنين ترو. شايف؟ اكسبريشن سترينج بيساوي سترينج. يعني ايه مثلا؟ قلت له تيست ان كلمه احمد سمول تساوي كلمه احمد كابيتال، اكيد هتبقى لا غلط. تمام. ممكن تيست انتجر بيساوي انتجر. فاكر ان اليو اي دي، فاكر اليو اي دي كنت بتست عليها داش اي كيو، فاكرين؟ بص البارامترز كلها اي كيو، هي جي اي جي تي، مش ده اللي خدناه من امبارح؟ ال اي ال تي، فاكرين؟ ان ايه ممكن تست ان الفايل نوعه بلوك ديفايس، كنت تست ان نوعه كاركتر ديفايس، كنت تست ان نوعه ده دايركتري، كنت تست ان نوعه اي يعني الفايل اكزيست، كنت تست ان نوعه فايل عادي، كنت تست ان الفايل ده اتش جي اي دي هنتكلم عليه ان شاء الله قدام، كنت تست ان سمبل كلينك. تست على اي حاجه في الدنيا، تست على اي حاجه تخلف حياتك يعني. طيب كلام جميل. طب اديك كده مثال، اديك كده مثال. قالوا كده تيست داش اف مثلا اي تي سي باسورد، ده داش اف معناه ان الفايل ده موجود واكزيست. ايه ده، ايه اللي طلع لي بقى كده؟ برافو عليك، ايه اللي طلع لي؟ ما طلعليش اي نتيجه. طب انا اعرف ازاي ان الكوماند اللي اتنفذ ده صح ولا غلط؟ انا اعرف ازاي ان الكوماند اتنفذ صح ولا غلط؟ لازم يكون في طريقه تعرف من اي كوماند اتنفذ صح ولا غلط، صح؟ فانت عشان تستخدم مع تيست المفروض تعرف النتيجه دي صح ولا غلط. طب هتعرفها ازاي يا معلم؟ هتعرفها ازاي؟ بص كده، عندك سبيشال فاريبل في الشيل دولار ساين كويتشن مارك. دولار ساين كويتشن مارك ده كل اللي بيعمله بيسال الشيل عن اخر كوماند اتنفذ، لو هو صح بتبقى قيمته بصفر، لو هو غلط، لو هو غلط بتبقى قيمته من واحد لحد 127، اي قيمه في النص بينهم من واحد ل 127، يا اما واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه لحد 127. خلاص اديك مثال، تعال اديك مثال، تعال كده نفس كوماند صح اوريك. لو جيت اقول له كده مثلا ال اس كوماند تنفذ اهو، كوماند تنفذ اهو، لو جيت تقول له كده ايكو دولار ساين كوتشن مارك قال لك صفر، ده لانه اتنفذ صح. طب لو جيت اقول له كده ال اس ملف اسمه زعبوله، ده ملف مش موجود، ده ادالي ايرور اهو. بص لو جيت تقول له ايكو دولار ساين كوتشن مارك اداك ايرور رقم اتنين، ايرور رقم اتنين، يبقى الملف ده مو ساتش فايل اور دايركتري. تمام. طيب جميل قوي. كنت تيجي مثلا
تعمل حاجة غلط زي ايه مثلا يا سيدي؟ مثلا خليك كده يوزر عادي اس يو وخليك علي مثلا، وتابع بعد كده قول له ار ام سلاش اي تي سي مثلا، ار ام او ار ام سلاش روت، ها ار ام داش ار سلاش روت. انت يوزر عادي وعايز تمسح ملفات مش من حقك تمسحها. بص ايه اللي حصل لك، طلع لك غلط، قال لك بيرميشن دينايد. بص لو جيت تقول له كده ايكو دولار ساين كوتشن مارك، طلع لك ايرور تاني برقم تاني، طلع لك ايرور تاني برقم تاني. طب هو انا هقعد احفظ الارقام من 1 ل 127؟ لا حضرتك، الارقام دي انت اصلا مش انت المسؤول عنها، مش انت المسؤول عنها، اللي مسؤول عنها فقط هو الديفلوبر اللي كتب الابلكيشن، بيشوف ايه الايرور اللي حصل وبيديله رقم. طبعا في ستاندرد للكلام ده، انا مش حافظ الستاندرد هو ايه يعني، انا اكيد مش هحفظه يعني. انا اللي يهمني كادمنستريتور ان الكوماند هو بتنفذ، يا اما تنفذ صح يا اما تنفذ غلط. لو تنفذ صح تبقى قيمته بصفر خلاص، لو الكوماند تنفذ غلط هتبقى اي كوماند تانية غير الصفر. فانا دايما هتشك على قيمه الكوماند ده، لو هو بصفر معناه ان الكوماند اتنفذ سليم، لو هي اي كوماند تانية مش هتفرق معايا بقى هو ايه، هو بيرميشن دينايد ولا فايل نوت فاوند ولا كان ايه اساسا. تمام، وصلت الفكره؟ انت اللي يهمك الكوماند تنفذ صح ولا تنفذ غلط. طيب كلام جميل، تعال بقى نرجع اللي احنا كنا بنعمله دوت. شغال والله يا عم شغال، بدل ما جاوبته شفتها 100 مره فخلاص اكيد شغاله يعني، كل مره اقول نفس الكلام مش عارف انتوا ايه. طيب ممكن اقوله كده تيست مثلا داش اف سلاش اي تي سي باسورد، استاكد نوعاً في الصح، اقول له ايكو دوار ساين كوتشن مارك صفر. تمام، يبقى كده الملف ده فايل وموجود فعلا. طب لو جيت تقول له تيست ملف اسمه باسورد وفي كده حروف في الاخر، لو جيت تقول له ايكو دوار ساين كوتشن مارك طلع لي بواحد، ده معناه مفيش عندي ملف بالاسم ده، مفيش ملف اسمه باسورد جي جي جي. ايه ده، ده ايه التكتب ده، مفيش عندي حاجه بالاسم ده. طب ممكن تيست الدايركتري موجوده، او ممكن اقول له مثلا تيست داش دي سلاش اي تي سي سيس كونفج، لو جيت اقول له ايكو دوار ساين كوتشن مارك اه ده موجوده. طب لو عايز تست على دايركتري تانية مثلا دايركتري اسمها سيكيور داير، جيت اقول له تيست الكلام ده قال لي لا دي مش موجوده يا ريس. شفت، ممكن اقول له كده تيست اثنين سترينج كلمه احمد تساوي علي، قال لي لا ما ينفعش. طب تيست ان سترينج احمد يساوي احمد ايكو، شفت ايه اللي حصل. فانت كده ممكن تعمل ايه، تكمبير اثنين سترينجز، كنت اقول له كده تيست على اثنين انتجرز، اثنين سترينج يعني كلمتين كلمتين خلاص، ممكن تيست رقمين، ممكن تيست ان فايل موجود. عيش حياتك بقى يعني، معاك المان يا ريس وبرطع زي ما انت عايز. اتفقنا؟ حد عنده مشاكل كده؟ حد عنده اي مشاكل؟ كلام جميل. تعالوا بقى يا سيدي ايه، نخش على حاجة تانية. كنت هشرح ايه، نسيت، كنت فيها كنت هقولها دلوقتي حالا ونسيتها. ماشي فكروني فكروني ان شاء الله لما نوصل لتراك، لما نوصل لتراك الشيل سكريبتنج، كمان تراكين ان شاء الله لما نوصل لتراك الشيل سكريبتنج، فكروني بحاجه اسمها اكسبكت. خلاص فكروني اقولها اقول لكم عليه. ماشي، هي مش عليكم دلوقتي بس فكروني بيها عشان ما انساش يعني. ايوه في تراك للشيل سكريبتنج دلوقتي ان شاء الله، هنبدا بقى نلعب فيه ونعمل فانكشنز بايدينا ونعمل سكريبتات بايدينا، هنعيش حياتنا شويه في السكريبتنج يعني. بس فكروني لما نوصل هنا
لما نوصل هنا حد يفكرني اشرح حاجه اسمها اكسبكت. اكسبكت دي حاجه عبقريه يعني. دي يوتيليتي بتسمح لك ان انت اوتوميت الدنيا بشكل غير طبيعي. والله ما اعرف هو كام تراك، والله العظيم انا نفسي ما اعرف. هو الديفولت هما ثلاثه، ده اللي هتاخده كده كده، بعدك افضل ماشي في الادفانسد لحد ما انا خلاص اللي انا اعرفه. خلاص اللي انا اعرفه ده امتى بقى؟ الله اعلم. ممكن بعد تراكين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد 10، الله اعلم يعني. على قد ما اعرف هشرح. طيب امين يا رب. نخش بقى على حاجه تانية خالص، او نخش على موضوع تاني خالص انا سبته للاخر. انا سبته للاخر الموضوع دون، لان احنا كده كده هنرجع له من اول النهارده، هنفضل ماشيين معاه. هنتكلم على اديتور اسمه الفاي او الفيم. احنا خدنا نانو صح؟ نانو ده كان فيري سيمبل تكست اديتور، حاجة بسيطة جدا يعني، بسيط جدا، مفيش في اي اختراع. هناخد بقى مور ادفانس تكست اديتور اسمه الفاي. الفاي برضو زيه زي النانو، هو تكست اديتور. لو قلت له فاي وفايل واحد، لو فايل واحد موجود هيفتحه. اي او اف معناها اند اوف فايل، نهاية الملف، خلاص كده وصلت للنهاية. فاي وفايل واحد، لو الملف ده موجود خلاص هيفتحه لك خير وبركة، يبدأ يعرضه لك. لو الملف ده مش موجود هيعمل له كرييت، خلاص زيه زي النانو بالظبط، مفيش اي اختلاف، جميل لحد دلوقتي. طيب اللي اتعمل الاول كان الفاي ده، الفاي ده بعد كده الفاي ده اتطور واتعمل نسخه جديده منه اسمها الفيم. خلاص يبقى اللي اتعمل الاول هو الفاي، بعد كده الفاي ده اتطور اتعمل مين؟ الفيم ده. خلاص الفيم ده هو انهانسد فاي، يعني الفيم ده ممكن تعتبر ده ان ده انهانسد فاي، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. تعالى كمان نتكلم على الفاي كده. بص يا سيدي، تعالى ناخد كده كام صفحة عشان نشتغل براحتنا. بص يا معلم، الفيم او الفاي، الفاي او الفيم بيشتغل في ثلاثة مودز باي ديفولت عندك. الديفولت عندك شغال في ثلاثة مودز. واحد اسمه الديفولت مود عندك اسمه الكوماند مود. خلاص في عندك مود تاني اسمه الانسرت مود، في عندك مود تالت اسمه الاكسكيوشن مود. اول ما حضرتك بتفتح ملف على طول بتروح لمين؟ للكوماند مود. خلاص الكوماند مود بيسمح لك ان انت تعمل فيوينج للفايلز، تشوف الملف بس، تتحرك جواه، ما تعدلش اي حاجه، خلاص ما تكتبش حاجه. ايه عشان تكتب حاجه لازم تروح من الكوماند مود لمين؟ للانسرت مود. عشان تعدل في الملف لازم تحول من الكوماند مود للانسرت مود ده. طب عشان اروح للكوماند مود الانسرت مود، قال لك اضغط في الكيبورد الزرار اللي اسمه انسرت او اي، اي او انسرت، تمام. طيب عشان ترجع من الانسرت مود للكوماند مود مره تانية، قال لك اضغط سكيب. طب عشان اروح من الكوماند للاكسكيوشن، عشان اروح من الكوماند للاكسكيوشن قال لك اضغط كولون بس كده. ادي يا عم الحكايه كلها. يبقى انت لما تفتح اي ملف بتبقى في الكوماند مود باي ديفولت، ده الديفولت مود بتاعك. خلاص عشان تعدل في الملف لازم تروح للانسرت مود،
خلاص. طب عشان ترجع للكوماند مود تاني لازم تضغط سكيب. طب عشان تروح من الكوماند مود للاكسكيوشن مود اضغط نقطتين او الكولون. صعب الحكايه دي. طب الاكسكيوشن مود هيكسكيوت فيه ايه؟ اسم الاكسكيوشن ده اسمه غريب شويه. الكوماند مود وقلنا بيعمل ايه، والانسرت مود بيعمل ايه. طب ايه الاكسكيوشن مود ده؟ يعني الانسرت مود بينسرت في الملف، بيعدل في الملف. الكوماند مود بيفيو الملف، بيسمح لنا اقراه من غير ما اعدل فيه. طب الاكسكيوشن مود قال لك هيسمح لك انت تكسكيوت حاجه على الملف ده، هتكسكيوت حاجه عليه. تعال نشوف ابسط حاجات ممكن نعمل لها اكسكيوت. ممكن اقول له بعد الكولوم كده اقول له دبليو او كيو او دبليو كيو او كيو بعد كده اكسكليميشن. دبليو معناها رايت الملف، بقول له نفذ لي عمليه السيف. كيو معناها كويت، اخرج بس، انت كده فتحت ملف قريته وخرجت ما عدلتش فيه. دبليو كيو سيف وكويت في نفس الوقت. كيو اكسكليميشن معناها كويت وزاوت سيفينج. بس كده خلاص. دول ابسط الاكسكيوشن او ابسط الحاجات اللي هتعملها اكسكيوشن عندك. دي ابسط الحاجات اللي هتعملها اكسكيوشن عندك. انت دخلت ملف عدلت فيه ظبطت الدنيا، عايز دلوقتي تسيف الملف. لو قلت له سيف من غير ما تخرج، عايز تسيف من غير ما تخرج، روح الاكسكيوشن مود اضغط سكيب كولون دبليو بعد كده انتر. هيخليك يسمح لك ان انت تعدل الملف ده او تسيف الملف ده، تعمل له رايت يعني. عايز تخرج انت فتحت الملف قريته بس من غير ما تعدل فيه، فانت مستخدم كيو عشان تعمل كويت من الملف ده. دبليو كيو هيعمل سيف وكويت، كيو اكسكليميشن هيعمل كويت وزاوت سيفينج. خلاص تعالوا كده ناخد مثال. ممكن انا كده اقول له فيم سكريبت 9.sh. بص كده انا واقف باي ديفولت كده، اول ما فتحت الملف كده بقيت في الكوماند مود. انا كده اول ما فتحت بقيت في الكوماند مود هنا، ده الديفولت بتاعي. انا دلوقتي واقف في الكوماند مود في الملف ده، ده الكوماند مود بتاعي. بص بيسمح ان انا براوز الملف بس ما بعدلش حاجه. عشان اعدل لازم اضغط انسرت او اي في الكيبورد. بص اللي كتب لك تحت هنا ايه، قال لك انت جاي بقيت في الانسرت مود يا ريس، ابدا اعدل بقى زي ما انت عايز. كنت اقول له هاي، كنت احط كومنت كده عشان تروح من الانسرت للكوماند مود اضغط سكيب تاني. بص كده لما اضغط سكيب، ضغط سكيب الانسرت اختفى كده بقيت في الكوماند مود. خلاص طب عشان اروح الاكسكيوشن مود اضغط كولون كده بقيت في الاكسكيوشن مود. طب ها انت كده مستنيني ادخل له حاجه، هتكسكيوت ايه يا معلم؟ ممكن اقول له سيف دبليو بس. دبليو قال لي ريتن هون، الملف ده اتعمل له سيف خلاص. بس فضلت واقف في الفيم. طب لو كنت عايز اعمل رايت وكويت اهو، رحت الاكسكيوشن مود تاني هقول له دبليو كيو اهو. الفرق بين كيو ودبليو، اسف، الفرق بين دبليو ودبليو كيو، دبليو هيسيف من غير ما يخرج من الفيم، دبليو كيو هيسيف ويخرج من الفيم. تمام افتح الملف مره ثانيه اهو. طيب لو انا جيت عدلت كده في الملف ورحت مثلا مزود كلمه مثلا او طرحت كلمه او اي حاجه انت عدلها في الملف اهو، جيت حضرتك كده تروح للكوماند مود سكيب بعد كده اكسكيوشن مود كولون، حبيت تعمل ايه؟ كويت بس، انت عدلت في الملف حبيت تعمل كويت بس. بص عمل لك ايه؟ قال لك ايه يا عم انت بتعمله ده، انت عبيط ولا ايه؟ انت بتشتغلني؟ انت عدلت في الملف ده يا ريس، عندك حاجه من اتنين دلوقتي، يا اما تسيف يا اما مش هتسيف. ما دام عدلت في ملف يا اما هتسيف اللي انت عدلته يا اما مش هتسيف اللي انت عدلته. يبقى انت قدامك حل من اتنين، يا اما تستخدم رايت وكويت يا اما تستخدم كويت وزاوت سيفنج. خلاص يبقى تاني لو انت عدلت في اي ملف عندك حل من اتنين، يا اما ترايت وكويت يا اما تكويت وزاوت سيفنج. بس كده صعبه الحكايه دي. كان اعمل كويت وزاوت سيفنج المره دي. بص لو جيت رجعت الملف مره تانية ايه اللي حصل؟ الكلمه اللي كانت هنا ما حصل لها، اتعملهاش سيف ولا كانها اتعملت اساسا. صعبه الحكايه دي، صعبه.
حد تاني عنده مشاكل؟ اي حد عنده مشاكل؟ الناس نامت. حاضر، تعال غير من مود لمود تاني. هذا كيو هو، فتحت الفيم اهو، هفتح ملف اهو، هفتح ملف اهو، ملف اتفتح. اول ما بتفتح الملف على طول انت حضرتك بتبقى واقف في الكوماند مود هنا، ده مكانك الاصلي. اول ما تفتح ملف تقف في الكوماند مود. الكوماند مود بيسمح لك بس ان انت تبص على الملف، تتفرج عليه بس. شكرا. حتى الان الكوماند مود بيسمح لك تتفرج عليه بس. طب عشان تعدل في الملف تروح للانسرت مود، يا اما تضغط اي او انسرت في الكيبورد. بص، اول ما ضغطت اي ايه اللي حصل؟ بقيت دلوقتي بقيت في الانسرت مود. انسرت مود ممكن اكتب اي حاجه كده، ممكن اقول له اي كلام ممكن اكتبه. بعد ما عدلت خلاص، خلاص انا عدلت اهو، عايز اروح للكماند مود تاني، اضغط اسكيب. اسكيب، رحت للكماند مود تاني اهو، ادي اهو. عشان اروح من الكماند للانسرت كنت بضغط انسرت او اي، عشان اروح من الانسرت للكماند بضغط اسكيب. طب عايز اروح من الكماند للاكسكيوشن، يبقى اسكيب كولون. خلاص انا ضغطت اسكيب، اضغط كولون كده دلوقتي، كده بقيت في الاكسكيوشن مود، ممكن اكسكيوت اللي انا عايزه. رايت وكويك مثلا اهو، ماشي كده. جميل. بص، عايز اقول لك حاجه بس بسيطه، حاجه بسيطه جدا. ما ينفعش تكون في الانسرت مود وتنط الاكسكيوشن مود على طول. عشان تعدي من الانسرت للاكسكيوشن لازم هتعدي على الكوماند مود في النص اهو. بص انا عامل ازاي، هو بصراحة عامل زي كوبري، لازم تعدي عليه. ما ينفعش تعدي من الانسرت للاكسكيوشن على طول، ما ينفعش تعدي من الانسرت للاكسكيوشن على طول. خلاص، لازم تعدي على الكوماند مود في سكتك. عشان تروح من الانسرت للاكسكيوشن لازم تعدي على الكوماند مود في سكتك. اتفقنا كده؟ طيب، تقريبا الله اعلم الناس نامت، فاحنا ان شاء الله نكمل بكره. خلاص.